طيب نروح للدكتور عادل عثمان وكيل وزاره التربيه والتعليم في دمياط. مساء الخير على حضرتك اولا. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد. كل سنه حضرتك طيب ومصر كلها بخير يا فندم. عادل بيه، ماذا جرى في واقعه العالم؟ ممكن تشرح لنا ايه حكايتها؟ واقعه بسيطه جدا، ان مديره المدرسه في اول يوم في الدراسه، احنا بنحتفل باكتوبر مع بدايه الدراسه، فبتكلف مجموعات الطلبه ان كل مجموعه تعمل علم تعمله بايديها وتيجي تحط تقعد بيها قدام الفرقه بتاعتها. وقد كان مجموعه من الطلبه بدل ما تعمل علم مصر الاحمر والاخضر والابيض بالعرض عملته بالطول، ووقفت بيه. مديره المدرسه لما تنبهت لده مسكت العلم وتحافظت عليه ومسكت الاحتفالات، لان هم كانوا بيحتفلوا امبارح باول يوم في الدراسه ودخول المدرسه. طبعا اجراء يعني كان المفروض المدرسه تتابع او تشوف الاول الاعلام اللي الولاد هيحتفلوا بيها. حولنا الموضوع للشؤون القانونيه وخدنا اجراء يعني، بس برضو ده ما يمنعش احتفاليه الولاد، مشيناها زي ما هي من الولاد صغيرين مدرسه ابتدائي وملهاش، كان تاكدنا ان ملهاش اي خلفيه الولاد اللي عملوها بايديهم. نعم. لا انا النهارده العالم لما بيتعمل محدش بيتابع الولاد لما بيعملوا، ما انا حولتها تحقيق عشان كده. يعني حولتها تحقيق عشان كان المفروض قبل الولد ما يفرد العلم يراجعوه. دي الجزئيه اللي احنا حولنا فيها اداره مدرسه التحقيق. لا وهم بيشتغلوا حتى ما فيش حد بيتابعهم، الولاد بيعملوا لوحدهم. بالظبط. لا هو المفروض بيتابعوهم. نعم. لان كل فرقه بتعمل علم ويتنافسوا بينهم وبين بعض بالاعلام دي، وده ما لفتش نظرهم وهم فاردين العلم انه ده مش علمنا مش بتاعنا؟ لا هو لفت نظر حضرتك، هو ابيض واسود يعني ده اسود مش ازرق الموجود في الصوره. عند الكاميرا بس اللي مخليها كده في الشمس. الولاد قالوا احنا يعني فردنا العلم بالعكس. الولاد بيتصوروا ان لو عدلوا العلم الناحيه الثانيه يبقى العلم بتاع مصر. وده احمد بيه برضه يعني برنامج حضرتك ده بيستغله. احنا من السنه اللي فاتت بنعمل حاجه دي اسمها توجيه الفكر الجمعي للطلاب نحو المواطنه. ايوه بس علمنا عادل بيه في نسر. ايوه ما الولاد الصغيرين لما عملوه ما حطوش النسر، ما يعرفوش يعملوه. نعم. فمالهاش اي خلفيه ولا حاجه، يعني الولاد كلهم صغيرين زي ما حضرتك شايف مرحله ابتدائيه واللي رافعين. عادل بيه معلش لو انا وتاكدنا انه مش علم مصر كنت لازم الم العلم ده مع احترامي وتقديري ونعمل، ما ينفعش ان انا يعني يبقى فيه علم طابور الصباح ومش علم مصر. إسلام. لا هو ده مش 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 العلم اللي في المدرسه، لا دي كل فرقه بترفع علم. ايوه. اتلم على طول في الحال، وده ما تحافظ عليه وموجود حاليا في الاداره التعليميه. طيب مين مسؤول؟ حضرتك بتقولي مسؤول المدرسه، مين في المدرسه؟ مديره المدرسه. ايوه لوحدها؟ لا طبعا هي والمجموعه اللي معاها اللي بتشرف، سواء كان بيشرف على الطابور او بيشرف على عمل الاعلام دي. تحولوا كلهم للتحقيق. كلهم اتحولوا للتحقيق. ايوه فن. نعم. ثلاثة ولا أكتر ولا أقل؟ لا إحنا حولنا الإشراف بتاع الطابور مع مديرة المدرسة. إشراف الطابور. أيوة فندم. عددهم قد إيه يا فندم؟ حوالي ثلاثة ومديرة المدرسة بأربعة. أربعة. أيوة. دول في بدايل يعني بتعينوا مديرة مدرسة جديدة أو مدير مدرسة جديد بديل على اللي تم إيقافهم ولا إلى حين؟ لا إلى حين انتهى التحقيق. انتهى التحقيقات. أيوة فندم. بشكرك أستاذ عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في دمياط.